قد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جاء إليه بمسرور فصرعه الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجن وهو امرأة جنية امرأة والرجل هو الإنس فقالت إني أحبه قال إنه قال لكنه لا يحبك فقالت له إني أريد أن أحج به فقال لكنه لا يريد أن أحج معك فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت ثم قالت أخرج كرامة للشيخ قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي أخرجي طاعة لله ورسوله الله أكبر رحمه الله فخرجت فأفاق الرجل قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب قال الله ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من صرعه.